يقول هل يجوز قتل العناكب وخاصة غير الضارة منها؟ نقول الأصل في هذه الأمور إنما هو على المصلحة، ويقتل منها ما يكون منه الضرر، وقد أتى الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقورة، وذكر الغرابة، وذكر الحية، وذكر العقربة، وذكر الفأرة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فما كان من النمل أو من العناكب أو من غير ذلك ما لم يأتي منه ضرر فلا حاجة لماذا؟ فلا حاجة لقتله. ويترتب على ذلك ما يكون من الصواعق التي توجد في المسارد أو في مجالسنا أو إلى غير ذلك، لكي تصطاد الذباب مثلا أو الموسكيتوز أو الناموس أو إلى غير ذلك. نقول إذا ترتب عليها الأذية، ولا شك يترتب عليها الأذية من القرص وحمى الضنك وإلى غير ذلك من أنواع الأمراض الأخرى، فلا مانع من هذه الصواعق، وهذا اختيار لجنة الدائمة وغيرها من وغيرهم من أهل العلم.